خطوة جديدة نحو الدرع، الحاوي وليد، خاتم سليمان وأفشة الفنان، الأهلي يتألق ويحقق فوزا مهما على حرس الحدود بهدفين ولا أروع لوليد سليمان من تمريرة رائعة من أجاييه. والهدف الثاني من عرضية رائعة من أجاييه وأفشة يهز الشباك بهدف رائع. كابتن محمد يوسف، ألف مبروك للنادي الأهلي، مباراة عصيبة ولكن فوز مستحق. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للجهاز وللاعبين. إحنا قلنا المباراة صعبة من الأول خالص، وأنا قلت لك قبل المباراة إن دائما ماتشات الحرس والأهلي بتبقى ماتشات صعبة، لأن الحرس الحدود بيلعب ملعبه، ملعب زي ما قلنا مساحته مش كبيرة، ضيق، وفي نفس الوقت كمان اللعيبة بتستحضر الروح العالية قدام النادي الأهلي. كمان قلنا بين الشوطين إن النادي الأهلي هيحرز أهداف، خصوصا في الشوط الثاني الدقائق الأخيرة، وقلنا حتى الإحصائية اللي موجودة طبعا فريق الإعداد بحييه، لأنه بصراحة يعني بيمدنا بكل الإحصائيات والأرقام. النادي الأهلي أحرز 42 هدف في آخر ربع ساعة، دلوقتي بقوا 44 هدف. بالظبط. فكنا احنا حتى واحنا بنتفرج قلنا ان يعني وارد جدا مع قله تركيز حرس الحدود، مع التنظيم الدفاعي، مع الوقفات، وفعلا الكره استغل وليد سليمان هفوه دفاعيه وقدر يعمل دبل باص مع جونيور اجاييه ووصله جونيور للمرمى، وبصراحه تسديده قويه جدا بشمال. انا عجبني جدا النهاردة التغييرات أتت بثمارها زي ما بنقول، يعني بتتكلم في وليد سليمان جاب هدف، اتعمله من جونيور أجاييه تغييرة، أفشة جونيور عمل له أسيست. مؤتمر ولا ايه؟ حظك اه كلامي. أنا كل مرة وأنا بتكلم تبدأ ما تبدأش مؤتمر. لسه ها أكمل؟ كمل لسه. فالنهاردة الهدف الأولاني اسيست من جونيور ووليد، الهدف الثاني اسيست من جونيور وقفشه، الثلاث تغييرات اللي عملهم مستر فايلر قدروا يجيبوا له المباراه في الدقيقه 85. لكن بشكل عام بقى، خلينا نتكلم بشكل عام، لا المفروض الاهلي كان يظهر بمظهر احسن من كده، المفروض الفوز كان يجي بدري عن كده، يجي بدري عن كده. ولو انك توقعت الفوز في الدقيقه الاخيره، انا توقعت فرصه الدقيقه الاخيره، لاني بغض النظر عن الاداء كمان، بغض النظر عن الاداء، لاني اولا الحرس هيتعب، اصل الفريق بيدافع طول المباراه، اكيد هتيجي هفوه، هتيجي اكيد هتيجي غلطه، دفاعه هيقف مره غلط، متمركز غلط، بالاضافه ان فايلر دفع بوليد سليمان بين الشوطين خلاص، بعديه على طول راح منزل هاني مع بدل جيرالدو. طب كابتن محمد هنروح للمؤتمر الصحفي وبعدين نكمل كلامنا بعد. اتفضل يا كابتن. دور باسكو لاداسير ا تري بيان جوي سيتي انتريسون باسكو سيتي تو تو اوفير ما لا في نو سون تري كونتون كون ا كون ا مونكو ريسي او مونكي دو بوت. احنا سعداء جدا ان احنا حققنا الفوز النهارده، ماتش كان صعب قدام خصم بيلعب كوره كويسه، وكان ماتش مفتوح وكان في صعوبه في تحقيق الفوز، واحنا سعداء ان حققنا الفوز، كسبنا الماتش وحققنا 3 نقط بتاع الماتش. اوكي. اسئله؟ طيب اسئله، طيب حد هنا الصف الاولاني، حد في حاجه؟ اتفضل. مستر فايلر الف مبروك طبعا على الفوز الصعب النهارده. بس يوكم فيكتوار ديفيسيل اجوردي. ايوه بس احنا بس النهارده شفنا يعني لعيبه كتير بتلعب في غير مركزها. هل ده كتجربه للماتشات بعد كده؟ بتشوف يعني بعد كده في المراكز دي، ولا عشان النقص العادي انا في plusieurs joueurs qui évoluent dans des postes qui ont essayé de jouer dans notre poste pour les aligner sur ce poste là dans le futur. Ça je vais pas exprès hein, parce que c'est la situation qui me donne pas des autres solutions. Et moi, je trouve aussi que ce n'est pas si mauvais aussi pour les joueurs, parce qu'il faut aussi savoir comment il faut jouer avec des autres positions. Et à la fin, tout le monde doit savoir qu'est-ce que l'autre fait. Et pour ça,
c'est la situation qui me donne pas un autre choix mais oui. هو طبعا مش عاملها عن قصد يعني هو الموقف طبعا الاصابات هي السبب انه خلى اللعيبه تلعب في مراكز غير مراكزها بقول مش وحش ان اللعيب يلعب في مركز غير مركزه ويعرف ايه مهام المركز ده عشان بكده يجي يلعب في مركزه تاني يبقى عارف مهام اللي جنبه بيعمل ايه ودوره بيبقى ازاي هيساعده بقى كان يلعب الكره احسن بس هو مش عاملها عن قصد يعني هو عشان الموقف هو اللي فرض عليه الوضع ده اتفضل عايزين نعرف هل عوده الكهرباء بعد انتهاء الكوفو هيديك حلول زياده في الفتره اللي جايه ولا لسه بدري على ما نخش لا لا سوداني ماتش لا سسبونسيون دو كهربا نورمالمون دو جوي كوم شان ماتش است كو لو ريتور دو كهربا فو دوني سوليوشن دو زون تو بو سيزي او بيان سي فو افي با كو ديسيزيون كي بارتيسيپ او زي اونتري ان تران دو بريباري بور بروشان ماتش alors c'est juste qu'il peut être avec l'équipe à partir du prochain match mais c'est aussi juste qu'il a longtemps plus joué ça veut dire il a besoin aussi le temps parce que c'est une grande différence entre les entraînements et les jeux officiels ça veut dire il a besoin aussi le temps peut-être il va rentrer les premiers matchs parce qu'il n'a pas encore la force pour commencer des matchs comme on a vu aujourd'hui de nouveau ce sont quand même des matchs physiquement au niveau. هو طبعا حياتك محق ان هو ده اخر ماتش ليه في بعد كده المفروض يلعب الماتش الجاي بس برضه لازم نحط في اعتبارنا ان بقاله فتره بيتمرن بس ما بيلعبش اي ماتشات رسميه وطبعا التمرين مش بنفس القوه بتاعت الماتشات ف بدنيا اعتقد هو مش جاهز 100% ان يشارك وقت كامل فممكن نديله دقائق في بعض المباريات ممكن الماتش الجاي نشوفه يشارك بس مش ما يكونش من اول مباراه واحده واحده اساس ياخد جو الماتشات لان هو بعيد Et à la fin, c'est la performance qui compte. Hein. C'est à lui maintenant de montrer qu'il peut nous aider. Aussi s'il rentre seulement de temps en temps, mais ce sont tous les deux jours. Hein. D'abord tout, c'est la performance qui compte et après il faut aussi respecter qu'il était longtemps absent. وطبعا كده أدائه هو بقى اللي بيفرض وجوده اذا هيكون يعني هو اللي هيحدد اذا كان وجوده مؤثر الفتره الجايه ولا لا هندي له بعض الوقت طبعا لما ينزل يعني لو صنع الفارق طبعا ده هيعزز موقفه ويلعب اكتر بس طبعا لازم نحط في اعتبارنا حاجتين ان هو بقى له فتره ما بيلعبش وان هو برده بدنيا مش جاهز زي زمايله السؤال الثالث والاخير السؤال الثالث اوكي 11 ونص واضح طبعا ان مستر فايلر مبسوط من المكسب ولاحظ في كلامه كده ان عنده ثقه ان النادي الاهلي ممكن يكسب في اي وقت هو طبعا يعني عنده ثقه نابعه من حجم فريق النادي الاهلي يعني النادي الاهلي ما شاء الله متصدر بتتكلم النهارده في 17 نقطه فرق والرقم 2 من الكتيبه او يعني عدد اللاعبين اللي معاه ويمكن احنا قلنا قبل كده قبل المباراة ان النهاردة عنده اوراق معاه اوراق يقدر يحل بيها المباراة يعني النهاردة كان معاه مجدي قفشة معاه جونيور اجيه معاه وليد سليمان معاه ثلاثة من العيار التقيل زي ما بنقول ثلاثة كلهم كانوا اساسيين ولعيبة تقدر تغير النتيجة في اي وقت انا هكمل كلامي في حتة التغييرات لان هو هنا دور البدلاء او دور التغييرات اللي بيلجا لها اي مدير فني النهارده وليد سليمان عمل الفارق وانا بنتهز الفرصه لازم ندي وليد سليمان حقه لان وليد سليمان هداف الفريق وليد سليمان مش لعيب اساسي اقل عدد دقائق في المجموعه اللي لعبت قدام كلها اذا كان جونيور اجاييه اذا كان قفشه اذا كان بادجي مروان كل المجموعه اللي لعبت قدام هتبص تلاقيها لعبه عدد دقائق ازيد بكتير جدا واكتر بكتير من وليد سليمان ورغم ذلك هتبص تلاقي وليد بيحل مباريات كتيره للنادي الاهلي لان فعلا وليد في التلت الهجومي لا لعيب تقيل عنده خبرات عاليه قوي بيعرف امتى يتحرك الجون الهدف اللي احرزه الكره وهي جايه له من لمسه واحده على طول راح في تفاهم شديد جدا مع 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 جونيور اجاي والحاجه الجميله انه لعب الكره الجونيور وهو اللي عايز الكره يعني هو جري بص يا كابتن الكره هنا وهي جايه لوليد اولا اتحرك لمين اتحرك لعلي معلول بص واخد خطوه لعلي معلول صح اللي هرب بيها من
المساك خالد سامي خالد. خلاص كده بص وهو بيعمل الكوره بص سبرنت على طول سهل يعني جايه برافو عليك هو اللي قال لجونيور انا عايز الكوره فين مظبوط فاهم قصدي ازاي مزبوط. ممكن واحد تاني كان باص الكوره دي وايه ونزل تحت عشان يستلم تحت بعيد عن الديفنس بس خلي بالك جونيور عملها له بمعلمه برضه طبعا طبعا جونيور اجري لعيب كبير ولعيب عنده لمسه عاليه جدا وده حاجه معروفه عن جونيور حته الحساسيه والتاتش اللي هو بيبقى اللمسه اللي بتقدر تعملها في التلت الدفاعي للخصم خصوصا لما يبقى المراكز متقاربه لكن انا بحيي وليد لانه بمجرد عمل الكوره راح عامل سبرنت في المساحه اللي هو عايز فيها الكوره وطبعا راح منه للمرمى وراح حاططها فطبعا مبروك على الثلاثه بونت مبروك على الاهداف اهداف جميله جدا حتى الهدف الثاني اللي عمله جونيور عملها عرضيه جميله جدا وقفشه مكمل حطها وليد وقفشه صنعوا الفارق النهارده هم وجونيور اجاييه او حلوا اللغز اللي ما قدرش يحله مروان محسن واليو باجي من اول المباراه هو فوز غالي فعلا النادي الاهلي هنروح لزميلنا كريم احمد ملعب مباراه ولقاء مع محمد هاني نجوم النادي الاهلي كابتن محمد هاني ببارك لك يا هاني النهارده بنشوف الروح وبنشوف الاداء زي ما بنقول الكره بتروح وتيجي لكن بنستنى توفيق ربنا والحمد لله النهارده ربنا وفقنا ووفق وليد سليمان ووفق المجموعه كلها حابب تقول ايه بعد المباراه طبعا الحمد لله يعني الواحد بيحمد ربنا طبعا مكسب مهم جدا يعني يفرق معاك في بطوله الدوري عشان تخلص الدوري بدري وتركز في بطوله افريقيا يعني انا عايز اشكر اللعيبه بصراحه يعني اللعيبه رجاله جدا طبعا يعني كله شاف الماتش لعيبه رجاله جدا كله مركز في شغله كله بي 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 بيقاتل على كل كوره وهي دي روح النادي الاهلي يعني دي حاجه مش غريبه علينا الحمد لله احنا مع الروح دي ومع الاصرار ده ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نجيب جونين يعني وناخد 3 نقط الحمد لله المباراه اللي فاتت اداء اكتر من رائع من محمد هاني روح وقتال في الملعب ويمكن الكروسات كان ليها سبب كبير جدا في المباراه الاخيره كمان النهارده بتنزل رجلك في الملعب يعني الكلام ده انا مش عايز طبعا اتكلم ناس بتقول ناشئ وناس بتقول كلمه ناشئ وحاجات بتزعل اكيد لكن انت بتستقبل الكلام ده ازاي الكلام ده بيزعجك ولا لا بص يعني انا اللي الناس اللي بيقعدوا يتكلموا دول معظمهم اللي عنده 9 سنين واللي عنده 10 سنين واللي قاعد في بيته ما بيعملش حاجه ما بيشتغلش ولا قاعد في بيته ماسك تليفون عنده انستجرام عنده فيسبوك عمال يكتب فانا عمري طبعا ما هركز لواحد زي ده يعني موضوع السوشيال ميديا بقى صعب جدا اي حد عايز يقول حاجه بقى بيقولها في سفر يلا حابب تقول ايه الرامي على رجولته وادائه الاول على الرجوله مجموعه كلها لكن انتوا تستاهلوا كل خير واللعيبه كلها تستاهل حابب تقول ايه الرامي الاول انا بقول لك يعني لسه قلت في اول اللقاء يعني بشكر اللعيبه كلها ورامي بصراحه عشان بيلعب جنبي على طول فاحنا فاهمين بعض وياسر وعلي معلول وايمن طيب يعني الدفاع كله اي حد بيلعب بصراحه بيبقى كويس جدا وهم رامي وياسر النهارده عملوا ماتش كبير جدا كان الماتش كله كور عاليه عملوا جهد يعني بصراحه شالونا في الدفاع الحمد لله رامي يا جميل مبروك النهارده يا رامي اداء اكتر من رائع دويتو رائع جدا وايمن كمان بيكون معاكم بيبقى اكتر من رائع الكل هي مجموعه واحده وتيم واحد والكل بيلعب على قلب الرجل الواحد حابب تقول على الجيم النهارده والفوز بيمثلوكم ايه كلكم مش عايز بس انسى متولي وسعد سمير يعني هما الاثنين دول العناصر الاساسيه معانا احنا كلنا احلى حاجه اللي مميزنا الدوري السنه دي ان احنا كلنا مفيش حد فارق معاه يلعب او ما يلعبش المهم النتيجه لان احنا من بدايه الموسم واحنا كلنا زمايل من بعض من ايام زمان يعني ياسر ومتولي وايمن كلنا طالعين من ناشئين صغيرين مع بعض فكلنا عارفين شخصيات بعض يعني مفيش حد بيتضايق لما حد بيلعب تاخدها فلا الحمد لله عملنا ماتش كويس المكسب كان بيجي متاخر شويه بس انت الناس عايزه تفهم بس ان اللعيبه كلها بتيجي قدام النادي الاهلي بيبقوا واقفين وقافلين الناس ممكن بتشوف من التلفزيون ان الريتم بطيء او الريتم قليل احنا عايزين نقول لهم بس ان الريتم طبيعي بس انت قدامك فرقه اكيد مش ضعاف فرقه قويه وفرقه بتلعب كره كويس وكل الفرق دلوقتي بقت المستويات متقاربه انا عايز اوصل للناس ان المكسب بقى بيجي متاخر عشان طبعا اللياقه البدنيه بتاعتنا تفرق والتكتلات كل الفرقه بتنزل قدامك بتبقى واقفه راس جامد فالحمد لله ان ربنا يكرمنا ومروان اهو بيقول ايه هو بتقول ايه بتقول ها اضربكم مش عارف يجيب الكلام ده منين ما شاء الله حافظ حبيبي طبعا بنشكر اكيد رامي ومروان وياسر يعني كالعاده ما بنتكلم على روح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ما بنقولش كلام من فراغ بنشوف النهارده الروح وبنشوف القتال
11 نقطة، خدنا 3 نقاط، فاضل لنا 8 نقاط إن شاء الله بإذن الله ونحسم بطولة الدوري. مبروك يا ياسر ومبروك يا مروان. حابب تقول إيه؟ حبيبي الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر اللعيبة كلها وببارك لهم وببارك على الروح اللي بنلعب بيها كل ماتش دي. بناخد كل ماتش بماتش الحمد لله، دي أهم حاجة. بنعدي الماتش خلاص بنفرحش، بنقفله بنفكر في اللي بعديه على طول. فطبعا ببارك للعيبة والجهاز الفني والإداري والإدارة كلها، وبإذن الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ومحدش يأثر تاني في ماتش بماتش. زي ما بقول لك دلوقتي كل لعيب بينزل بيبقى همه على الفرقة، مش همه انه يطلع شكله كويس بس. فدي الروح اللي بتفرق معانا كلنا، تحفيزكم وحماسكم. يمكن الكل بيشجع مروان والكل بيشجع اللعيبه وبتشجعوا كلكم بعض، ده فارق مع النادي الاهلي وفارق مع شخصيه النادي الاهلي. هي دي الروح طبعا اللي بتبين وقت الشده لما بيبقى حد واقع انت بتبقى في ظهره على طول. هي ده، احنا كلنا مع بعض اخوات، بنشوف بعض وبنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد مع اهلنا واسرنا في البيت طبعا. فانا لو مش بحب زميلي في الملعب مش بالكلام، هي مش لو مش قلب عليه في الملعب طبعا مش هنكسب ولا ربنا يكرمنا. فدي الروح اللي فارقه معانا كلنا الفتره اللي فاتت ديت، وباذن الله مكملين عليها باذن الله. حبيبي الله يبارك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن. طبعا مروان محسن واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، مبروك يا مروان. روحكم كبيره وروحكم عاليه جدا، وتحديدا مروان وبادج بنشوف التهنئه وبنشوف الاحضان، وده يمكن بيعكس صوره كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي. اللي موجود هيأدي، الهدف كله اسعاد جمهور النادي الاهلي والكيان فقط لك. احنا بنحمد ربنا النهارده الحمد لله على المكسب، ولنا لسه جمهور النادي الاهلي اهم حاجه طبعا، وبارك للعيبه كلها والجهاز الفني. اللعيبه طبعا في وسط الاجهاد وضغط المباراه لعبه مركزه وبنلعب لاخر دقيقه، والحمد لله قدرنا نكلل الفوز النهارده ب 3 بونت ان شاء الله، ونحسم بطوله الدوري ان شاء الله بدري. يعني قلنا 11 نقطه خلاص، يمكن 3 فاتوا، فاضل 8 نقاط. عندنا اسماعيل وعندنا اتحاد وضغط كبير جدا كتيم ورك مع بعض، وبتقعدوا في الاوضه بتقولوا يا مروان الناس الجمهور عايز يسمع، لان الناس بتتكلم بشكل كبير جدا، اوضه اللبس واللعيبه وفجوه ومشاكل. عايزين نقل للناس ان لعيبه النادي الاهلي رجاله، اوضه اللبس زي الملعب زي خارج اوضه اللبس. عايزين نقل الصوره دي لكل الجمهور. مفيش والله، احنا بنقعد نتكلم مع بعض دايما كده، اللي احنا مفيش اي حاجه تشغلنا بره اي حاجه بتتقال على السوشيال ميديا او اي حاجه او اي حد بيتكلم. اللعبه كلها مركزه كل ماتش بماتش، ومركزين السنه دي على بطوله الدوري وافريقيا. فكل كلامنا اللي احنا يعني كلام ايجابي كله، والفرقه مشجع بعض ومحدش يزعل اللي بيلعب او ما بيلعبش، وهي دي الروح الموجوده. وان شاء الله نسعد الجمهور السنه دي ان شاء الله بطوله افريقيا ونحسم الدوري بدري ان شاء الله. انا حبيبك والله، بارك فيك حبيبي ربنا. اكيد طبعا روح كبيره جدا يا كابتن ايمن من كل لعيبه النادي الاهلي. انا معايا طبعا كابتن الكبير كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، الروح والقتال والعزيمه بنتكلم عليها كل مره، لان هي دي لعيبه النادي الاهلي وهي دي شخصيه لعيبه النادي الاهلي. الجهاز الفني بنشوف حماس بره وتشجيع وتحفيز، بينقصنا التوفيق والحمد لله رب العالمين. مع الاداء والاجتهاد والاصرار ربنا بيوفقنا الحمد لله. الحمد لله طبعا. تحياتي كابتن ايمن وكابتن يوسف وكابتن عادل هاني تاني وكابتن علي مهو. طبعا زي ما انت قلت طبعا ميزه مميزات النادي الاهلي من اول ما النادي الاهلي ابتدى. مباراة صعبة، وانت عارف كل المباريات هتبقى صعبة خصوصا من الفرق اللي بتنافس على الهبوط. لكن اعتقد ان احنا من فترة كبيرة ما اديناش الاداء دوت. الحمد لله شايف ان احنا كنا كويسين جدا شوط تاني كمان اكتر، عندنا استحواذ اكتر، عندنا فرص اكتر، بنلعب وان سايد جيم على طول، عندنا فرص الحمد لله، عندنا كثافة في ال 18. فاعتقد الحمد لله من المباشرات اللي اللعيبة بدأت تيجي، اللعيبة بدأت تخش في الفورمة الحمد لله، عندنا حلول، عندنا تغيير في طريقة اللعب كذا مرة الحمد لله. الناس اللي بره برضو كان لها دور كبير في المباراه والنتيجه، سواء بالاهداف وليد او جون او قفشه او جونيور او حتى ايمن الفتره اللي لعب بيها لما لعبنا واحد زياده لما هم لعبوا بثلاثه قدام وكده. فاعتقد الحمد لله دي نتيجه مرضيه جدا لينا وخطوه نحو اللقب ان شاء الله. بشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت، شايف الجو عامل ازاي والرطوبه عامل ازاي والتكتل الفرقه تحس بتلعب فيها. فاعتقد الحمد لله نتيجه مرضيه لينا الحمد لله وجمهورنا. اخر الفوز، انا يمكن انت ذكرت التكتل، ويمكن الطريقه اللي المنافس بيلعب فيها، انت عارف يا كابتن سامي اي فريق بيقابل النادي الاهلي بيقابل البطل وبتبقى مباراه بطوله، صعب شويه الامور كابتن حليم علينا شويه بالنسبه للتكتلات الدفاعيه. هي مباريات الدور الثاني دايما بتبقى صعبه، يعني لان بيبقى خلاص النقاط مش هترجع ثاني، يعني فرصه ان انت تاخد نقطه من النادي الاهلي تعادل 3 نقاط يعني، او تعادل زقك في الجدول خطوه كبيره يعني. فطبيعي جدا احنا كنا عارفين ان هم هيلعبوا بخمسة 3-2 عشان احنا بنلعب باتنين فراوده. يمكن ما كانش عندنا طبعا، كان في سوء توفيق النهارده يعني، كان ما كانش في حالته جيراردو، ما كانش في حالته الشيخ في بعض الاوقات، لكن عادي دي طبيعي يعني لانه لعبوا كثافه ماتشات كبيره. لكن الحمد لله لما عدينا الطريقه وقدرنا رجعنا لعبنا تاني بنفس الستايل اللي احنا بنلعب بيه وشكل لعبنا، الحمد لله كان عندنا الحمد لله استحواذ اكتر، وزي ما قلت لك عندنا فرص اكتر،
ودي كوره يعني طبيعي جدا القدر لعيب النادي الاهلي اللي انت بتلعب دايما تحت ضغط، كل الفرق كلها بتعمل اقصى جهد ليها خصوصا لما تلعب قدام النادي الاهلي، لكن الحمد لله النادي الاهلي هيفضل كبير والحمد لله خطوه زي ما قلت لك نحو اللقب ان شاء الله. ما اصلنا 8 نقاط ان شاء الله من بدايه الماتش الجاي ان شاء الله، نفكر في الثلاث نقاط التانيين وان شاء الله عشان نحقق اللقب ويبقى عندنا اريحيه ان شاء الله في الماتشات الجايه. شكرا شكرا شكرا, شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لكل نجوم النادي الاهلي وكل كباتن النادي الاهلي. مباراه اكتر من رائعه ومباراه مهمه، صعوبه المباراه جايه في الفوز، والفوز يمكن الحمد لله ربنا وفقنا فيه. مش هنتكلم بقى طبعا وليد سليمان يعني واحد من نجوم النادي الاهلي وربنا وفقه الحمد لله النهارده وفق كل اللعيبه، هو ده النادي الاهلي ويدي شخصيه النادي الاهلي اللي بنتكلم عليها كابتن ايمن. ان شاء الله القادم افضل، 8 نقاط باذن الله ويحسم النادي الاهلي لقب 42 يدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده لك يا كابتن ايمن من جديد. شكرا زميل العزيز كريم احمد من ملعب بره. الروح والحماس والإصرار هي اللي بتميز لعيبة النادي الأهلي عن أي فريق آخر، ويمكن النادي الأهلي بالروح والحماس والإصرار بيبقى عنده الحلول في كل ماتش، إن أنت لازم تثق فيه إن هو ممكن يفوز حتى لو الدقيقة 110. كابتن علاء، يمكن في الوقت اللي احنا شفنا فيه محمد حليم بيطمع في المباراة، ابتدى يطمع في المباراة في الدقيقة 82 كويس؟ في الدقيقة 82 بالظبط هو ابتدى يعمل تغييرات طمع فيها في الماتش. في الدقيقة 85 فوجئنا بالجول بتاع وليد سليمان الأول. هي مش مفاجأة أيمن، هو الـ 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 الناس الأهلاوية عامة متعودين إن المباراة مش هتخلص غير لما الأهلي بيكسب. يعني 85 بقى 90 92 الناس كل الناس قاعدة متأكدة على يقين كده إن في هدف جاي حتى لو الأداء ما يوحيش بكده. الاداء حتى لو مش حلو لكن انت متاكد ان في مكسب جاي النهارده. أيوة. جاي في الدقيقه ايه مش فارق، حتى لو حليم بدا يعمل تنشيط هجوم شويه لان خلاص يعني لك 5-6 دقائق والمباراه ممكن تخلص، ممكن اخطف انا هدف وجات له فرصه خطر جدا طلعها الشناوي. لكن بس هو الادوات اللي معاه او الامكانيات لعيبه فريقه يعني هو ما تدكش الاحساس انه ممكن يكسب. هو تنشيط ممكن مش لازم طبعا ايمن، هو بينشط لان في مجهود بذل النهارده من لعيبه الحرس مش طبيعي. النهارده المجهود اللي النهارده بالظبط عايزين يومين ثلاثه راحه تامه، لان في كمان لعيبه في نهايه المباراه تعبت وخرجت. المجهود اللي بذل النهارده مباراه ضد الاهلي انه بيدافع، مش بيدافع دفاع عادي يا ايمن، ده بيدافع اللي هو خلاص مباراه النهارده دي بالنسبه له كانت حياه او موت. واعتقد علاء كمان حراره الجو اثرت والرطوبه اثرت على الرطوبه كمان كان بيتكلم عليها سامي الوقت. طبعا الرطوبه عاليه جدا والمجهود مبذل جدا والتوقيتات يا ايمن كان بين المباريات صعب قوي. صحيح. انا عايز اقول لا كل او قبل ما اتكلم عن النادي الاهلي كل التحيه لكابتن حليم وفريق الحرس بجد. النهارده عاملين مباراه بطوليه على قد امكانياتهم وبيلعبوا ضد النادي الاهلي بالنسبه لهم مباراه العمر النهارده، لكن اللي يحسب بقى لعيبه النادي الاهلي ان اداء مش مقنع عشان بس ما يضحكش على بعض، لكن هو في حاجه جواهم كده ان في مكسب النهارده. ايوه وهو ده اللي يعني ده اللي سبحان الله ده اللي بيكسبك يا ايمن. يعني جماهيرك النهارده الاداء في اخطاء وكده لكن فيها هنكسب، احنا قاعدين هنكسب. حتى اللعيبه بينهم ومن بعضهم هم عارفين هم هيكسبوا في اي لحظه في اي دقيقه. عشان كده شوف الهدف النهارده بتاع محمد مجدي جاي في الدقيقه كام، ووليد لما نزل. وليد طبعا انا هتكلم عليه بس كلمه كده مش هطول فيها. وليد لعيب غير موجودين صح، من عشان يعني تخلص الكلام في وليد تقول لا وليد نوعيه لعيبه مش موجوده ملوش اخ يعني ملوش شبه في الدوري المصري كله. خليها على جنب حاجه كده من ريحه ابو تريكه على بركات على الناس اللي هي بتيجي مره واحده بس في الكوره. أيوة. وليد حاجه تانية خالص في الكوره، خليها على جنب في كل حاجه، في اخلاقه في روحه في حبه لفريق النادي. تحس ان هو ده اتولد جوه النادي الاهلي، وليد مش واحد جايبينه من بتروجيت، لا ده اتولد جوه النادي الاهلي. وليد ده نموذج كده كل اللعيبه الناشئين يطلعوا يتفرجوا على وليد، كلنا كده كنا في نموذج قدامنا. لا ده نجم كبير جدا، كل الناس تتفرج على وليد ده بيعمل ايه، يعني ده هداف الفريق. وكان يوسف بيتكلم الوقت على ما بيلعبش اساسي، ده هي اشتراكه ما بيلعبش اساسي صح، لكن الراجل على ما شاء الله اسمه الكبير وان هو هداف الفريق، لكن بيقعد احتياطي ايمن. الراجل مستني هيلعب امتى، هنزل امتى، مش عشان حاجه، عشان ازاي انا هعمل الفرق اللي فريق. بص ده مش نكملها بقى كملها، ده مش طبيعي. بص يعني الراجل الكوره جايه لعلي معلول هو محضر هيعمل ايه، سيبك العدد الكبير كل ده بص هو عارف هيعمل ايه، هو مش هيوقف الكوره، هي لمسه واحده عشان اجي اعملها له الثانيه عشان يجي الهدف الرائع اللي جابه وليد. فعلا. الكلام ده كله ممكن كان هتلخبط في حاجه واحده بس يا ايمن، لو وليد وقف الكوره اي لعيب غير وليد وفي وراه مدافع كده هيوقف الكوره، طبيعي يوقف الكوره،
صح او ما اتحركش بعد الكوره او ما اتحركش. سيبك الحركه دي ان هو على 18 فها اللي هو انا عايز برضو انا عايز اكمل عايز اكسب، لكن الطبيعي انك هتوقف الكوره اللي هو ايه يا انا عايز اخد فاول اقصى امانيك في المنطقه دي ايمن في الوقت ده انك تاخد فاول. لا لا ده لمس الكوره بس هو كمان بص يا وليد يا بص ايمن هو انا في ربط برضو بين وليد من ذكائه الموجود في الملعب هو عارف مباص الكره لمين وهي تجيله ازاي. مع ان اجايه مش فايق تماما لكن كان يوسف بيتكلم عليه دلوقتي تثق في مهارات اجايه مليون في الميه. اللمسه اللي بيعملها جونيور اجايه دي مش سهل حد يعملها في التوقيت ده بالدقه دي اللي هي تيجي تنط على الارض والثانيه وليد طبعا بشماله لما تتكلم على شمال وليد الموضوع منتهي تماما هتطلع بمعلمه بعقل بقوه بتقدير كويس جدا في الزاويه اللي هناك. هدف حلو قوي 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 الهدف ده ينسيك كل اخطاء المباراه. المباراه النهارده كان فيها اخطاء كتير جدا 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 لكن تنسيك كل الاخطاء بالهدف اللي خلى كمان الشكل حلو قوي اللي دايما يجي عندك الانطباع اللي هو اخر لقطه دايما بتاخد اخر لقطه في المباراه. اخر لقطه في المباراه ايه؟ الهدف الثاني بتاع محمد مجدي برضو جونيور لما كان زي ما كان يوسف بيشرحه جونيور ناحيه الشمال عامل كوره حلوه قوي مجدي مكمل من ناحيه اليمين اللي هو مش مكانه بس مبدئيا وعاملها ببطن رجله برضو مجدي الكور دي برضو مجدي عشان لعيب حريف وعنده دقه جامده جدا في حته التمرير والاستلام وكده مهما كان العدد كبير جدا يعني فريق الاعداد ومخرجين عامل بص برضو جونيور ما تقفش لو وقفت كان كل برضو اللي حصل ده خلص لكن هو عامل لمسه واحده قوي الوحيد اللي هيروح للكوره دي وشايفها بالمنظر ده كله محمد مجدي لانه هو الوحيد وش للجول جنيرو كابتن لا وبص الوحيد اللي عنده الرؤيه هاني هو ده لان هو رايح عارف هيعمل ايه كله بيجري هو عايز يقطع الكوره مدافعين جونيور لو وقف الكوره دي الهجمه دي انتهت. قولي ايمن خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه اتفضل ودي من ضمن الكور اللي هنجيبها اللي حصلت الشوط الاولاني في كوره زي دي جت على الارض لمروان محسن الشوط الاولاني بالزبط. ولكنه حطها بره بس مش عايز ما نظلمش مروان كوره مروان كانت اقوى سنه وكانت على الارض قوي وكان لازم مروان يروح يمد رجله خطوه زياده ماشي. انت فاهمني هو مروان راح لها مستقيم كده هو مزبوط. لازم يروح ياخد لازم. ايوه زي ما قفشة عمل كده بالظبط كده وبس بس خد بالك هي دي بص مروان كان لازم يبعد شويه يا ايمن ايوه هو هنا عشان كان لازم يجي عن بعيد بالظبط هو هنا عشان اخد خطوه بص رجله الشمال أيوة. ورجله اليمين يا دوب بس مفتوحه جدا بالظبط هو فتح خالص لازم يعني في البطن رجله عليها جامد لو جت اللقطه من اول لو عندك لقطه كاميرا من ورا لا بص ايمن لو عندك كاميرا من ورا الجول مروان اخر لمسه للكوره بطن رجله مفتوح لبره قوي أيوة. لو قفل بس بطن رجله الكوره دي هدف أيوة. لكن هي بص هو مكمل كمان 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 بس عملها له هايله برده حلوه قوي بس بص يا بص يا بص هاني يحسب لوليد ايه بدي. لا يحسب لمحمد مجدي ايه مساحه التمرير كان عنده وقت ياخد القرار هنا المساحه قليله جدا لو جبت الكره بتاعت جونيور هتحس ان كره جونيور واخده وقت كبير قوي انك تعرف تاخد القرار امتى دي زي ما كان عادي بيقول عايز قراره بسرعه وتعدل جسمك يعني لو جبنا كره مجدي انا عايز اجيبها من فضلك لو سمحت الهدف الثاني قول انا في بس يعني حاجه كده تحليل كده للكره بتاعت مروان دي فضل. طبعا اول حاجه ان هو فتح بطن رجله كويس. دي احنا كلنا متفقين عليها لكن في حاجه تانية مروان تحس ان هو واثق قوي ان الكره سهله يعني ان هو رايح. ان هو ضامنها وان الكره رايحه جول حتى لو تشوف جريته وهو بيجري بعد شايف الكره تحس ان هو راح يفرح يعني هو واثق مليون في الميه ان الكره داخله خلاص عشان كده تحس ان هو كان في تراخي شويه هو بيحطها وحته التقدير بتاعت حته تقدير مروان للكره ما لهاش قدر تدير الصح ازاي الكره انت وهي جايه هاني لازم تقدر الكره تروح فين وانت هتقابل الكره امتى مهم جدا تقابل الكره امتى مجدي عارف عشان المساحه كبيره هتراجع هتجيب الهدف الثاني هتلاقي مساحه التمرير من جون بص هنا بص المساحه قد ايه يا ايمن هو عنده وقت هو عنده وقت هيروح ازاي والكره هتيجي ازاي لو رجعت بكره بس كمل اتفضل كمل كمان بص يا كابتن الكره مش على الارض ايوه الكره مش على الارض معلش يا كابتن ايمن شوف يعني لو نرجع كده سمير معلش قفشة يا كابتن علاء خد كيرف كده أيوة. خد كيرف عشان يبقى يقابل الكوره ايوه ماشي انا معاك على فكره انا مش بخلوك في حاجه انا بس بتكلم على مساحه تمرير جونيور اجايه لمحمد مجدي ومساحه تمرير بادجي لمروان وسرعه الكوره هتلاقي المساحه مروان وبادجي قريبه قوي صغيرة. انك تاخد قرار بسرعه ايمن هو كان لازم يبقى اسرع من كده زي ما هاني اتكلم لازم هو رايح يعرف الكوره هتروح هيقابلها فين المهاجم وما شاء الله معانا اثنين مهاجمين قناصين اللي بيميزوا عن اي حد في الدنيا بيقول لك المهاجم الذكي او القناص هو بيعرف بيقابل الكوره فين هيقابلها في الوقت الصح
زي ما مجدي عمل. مروان ممكن لو جات له مليون مره الكره دي هاني هيعرف يعبلها ازاي وبطن رجله، لكن هي حته تقدير. لكن مجمل الهدفين حلوين قوي، نسوا كل اخطاء المباراه. ثلاث نقاط غاليين جدا، الناس كلها فرحانه. مزبوط. ان مطب المطبات الصعبه، حرس حدود طول عمره فريق صعب جدا على ملعبه، مش سهل جدا تكسبه، لكن مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته وجمهوره طبعا، وبتمنى يا رب ان شاء الله قادم يبقى احسن يعني اداء ونتيجه. وهو الاهلي الحقيقي اسعدنا في اخر 10 دقائق، يعني هو ظهر النادي الاهلي في اخر 10 دقائق، وعشان كده جه المكسب وصحى الناس كلها. هنروح لملعب المباراه والزميل فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن محمد حليم مدير فني نادي حرس الحدود. من جديد بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجيزي. بعد مباراه نقدر مباراه قويه جدا ما بين النادي الاهلي وحرس الحدود، في اخر خمس دقائق قدر النادي الاهلي يحرز هدفين ويقتنص ثلاث نقاط غاليه تقربوا اكثر واكثر من درع الدوري. نقدر نقول لعب مباراه كبيره وادى اداء اكثر من رائع الكابتن محمد حليم، واحد من الكوادر الفنيه الموجوده على الساحه المصريه. كابتن محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني قبل ما اتكلم في احييك على ادائك، احييك على الفريق والتيم المحترم اللي انت عامله. عملت مباراه كبيره النهارده وانت بتلعب النادي الاهلي المتصدر واقرب الفرق للحصول على درع الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، بمثل حضرتك طبعا الكابتن ايمن شوقي والكابتن علاء ميهوب والكابتن محمد يوسف والكابتن هاني والكابتن عادل حبايبي طبعا كلهم. طبعا بشكر اللعيبه طبعا المجهود الكبير اللي عملوه، مجهود بدني واضح، وطبعا الناس كلها متاثره جدا بشكل كبير جدا من تلاحم المباريات، مباريات كل يومين، موضوع صعب جدا جدا، خصوصا الانديه اللي ما عندهاش اعداد من لعيبه وفره من اللعيبه المميزه، يعني المفروض في كل مكان في واحد واثنين وثلاثه عشان خاطر تقدر تعمل روتيشن بين اللعيبه. فطبعا على يعني اللعيبه طبعا قدت مجهود بدني كبير جدا، تاثروا بيه جدا الشوط الثاني في الاخر ربع ساعه. اعتقد ان الجون الاول لو اللعيبه في حالتها البدنيه كان قدروا يمنعوه بسهوله. الجون الثاني طبعا خطا ساذج يعني، واعتقد احنا اللي اعطينا الكره لجايي عملها عرضيه الحلواني اتاخر فيها. بس بشكر اللعيبه طبعا عمل مجهود كبير جدا، يعني احنا لعبنا بطريقه 3 5 2 في اول المباراه، لما النادي الاهلي عدل الطريقه 4 2 3 1 احنا عدلناها ل 4 3 3، لعبنا خالد سامي قدام السيرد باكين، لما النادي الاهلي جاب الجون الاول بتاعه عدلتها ثاني ل 4 4 2 بعد زول شرويده، لعبت بشرويده وجريندو. فاعتقد الحمد لله يعني تعاملنا مع المباراه فنيا بشكل كويس جدا، بس الجهد البدني اثر بشكل كبير جدا على اللعيبه. محمد، يعني على الرغم من تغيير طريقه اللعب في اكثر من توقيت في المباراه، لكن كان عندك شكل دفاعي منظم، وكنت عارف ان النادي الاهلي في اخر خمس دقائق او اخر 10 دقائق هيزود من الضغط بتاعته، الضغط بتاع النادي الاهلي. شايف ان لعبه حرس الحدود ما قدرتش تحتفظ بتركيزها، خاصه انك بتلعب فريق كبير بحجم النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي طبعا من الفرق الكبيره اللي تعمل ضغوط كبيره جدا على خصوصا لما بيكون متعادل او خسران، بيضغط بشكل كبير جدا بالاجنبي، خصوصا بالاجنبي، يعني بيعمل كورسات كتيره جدا. نزول وليد صلاح ووليد سليمان مع محمد هاني مع قفشه طبعا وجاي عملوا ضغط كبير جدا على الفرقه، خلقت حلول كتير جدا للنادي الاهلي. اعتقد ان احنا كنا في مشاكل دفاعي كويس جدا، بس يعني اللعيبه تراجعت بشكل مبالغ فيه شويه في الشوط الثاني، كان لما لعب خالد قدام السرد باكين تراجع بخط النص في حضن السرد باكات، فده عمل ضغط كبير جدا على اللعيبه. طبعا النادي الاهلي من الانديه الكبيره طبعا اللي بتقدر عندها يعني لعيبه مميزه تقدر تتخلص ماتش في اي وقت، بس احنا يعني اعتقد ان احنا طول المباراه ما خلقناش للنادي الاهلي فرص كتير، زي ما هم خلقوا فرص احنا خلقنا فرص، بس الفرص ما كانتش كتير جدا في المباراه. يعني اعتقد المباراه كانت يعني الحمد لله جيده، بس يعني اعتقد ان احنا كنا نستحق على الاقل النقطه. يعني محمد، اخد من كلام حضرتك ان دكه البدلاء النهارده كانت كلمه السر في فوز النادي الاهلي؟ طبعا الاثنين نزلوا جابوا اهداف، كان قفشه ووليد، فاعتقد كلمه السر طبعا نزلوا عملوا فرق طبعا مع الفرقه، مع تغيير الطريقه طبعا لما طلع مروان ولعبوا 4 2 3 1 طبعا عملوا فرق كبير جدا. فطبعا هي خبرات اكتر برضو، لعيبه عندها خبرات كبيره جدا ويقدروا ينهوا اي مباراه في اي وقت، ف قدر الله ما شاء فعل. يعني اتمنى الماتش الجاي اللعيبه تكون ترجع حالتها مره ثانيه، مباراه عدت عندنا مباراه كمان يومين مع المقاولين، يعني يا دوبك هنسافر القاهره نلعب بعد بكره، فموضوع موضوع يعني صعب جدا. اتمنى ان اللعيبه ترجع حالتها مره ثانيه ان شاء الله. كابتن محمد، عايز اختم مع حضرتك بسؤال مهم جدا، يعني لعبت النادي الاهلي لعبت قدام الاهلي ماتشات وانت لاعب، ومنها ماتشات نهائيه في كاس مصر وكاس السوبر، النهارده بتواجه النادي الاهلي لاول مره كمدير فني، شايف انهي اصعب؟ اللعب اسهل صراحه، يعني الناس كلها تقول لك اللعب اسهل كتير، اللعيب بيطلع بيفرغ طاقته كلها في الملعب، يعني اللعب اسهل بشكل كبير جدا طبعا، انت واقف بره يعني عايز تعمل حاجات كتير جدا. يعني انا جون النادي الاهلي الاول بتاع وليد سليمان، انا الوان تو باينه جدا اتعمل، انا كنت عايز انزل اغطي يعني، فالموضوع موضوع صعب جدا يعني. اللعب اسهل بكتير من التدريب مهنه شاقه جدا، مهنه تموت يعني. محمد، واتمنى لك التوفيق في المباراه القادمه. شكرا، متشكر جدا، السلام عليكم.
كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود اللي لعب مباراه كبيره نحييه عليها ونشكر لعيبه فريق حرس الحدود ونقول مبروك للنادي الاهلي، 3 نقاط مستحقه بتقرب النادي الاهلي خطوه خطوه من درع الدوري رقم 42. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن عادل مصطفى، يمكن قبل الماتش كان عندك تخوف شويه من الماتش صعب، يعني احنا كنا بنقول ان الماتش يعني سهل النهارده شويه نتيجه فرق الامكانيات بين الفريقين، ولكن انت كان عندك تخوف جدا في حته الماتش وقلت لي لو في فوز هيتاخر شويه لحد نهايه المباراه. دي حقيقه، واتفقنا مع انا وكابتن يوسف وكابتن محمد يوسف كان نفس الحكايه. يعني هي مباراه صعبه، مباراه الحرس صعبه، والحرس بدا المباراه مصعبها برده على الاهلي ان هو بدا بثلاثه بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع، واتكلمنا بين الشوطين ان مفيش حاجه هتيجي في الجول غير في المنطقه اللي هي اسمها زون 14. زون 14 دي المنطقه اللي قدام ال 18، دي اللي جاب منها وليد سليمان الجول وهم خمسه. التغيير اللي قلبت اللقاء، انا شايف ان اللقاء اتغير بعد ما مروان خرج، مش مروان كمسمى كاسم، ولكن مروان كبوزيشن. بوزيشن قصدك على راسين الحرب، ان راسين الحرب مع الطريقه الخمسه، يعني هو خلاص هو موقف الخمسه بتوعه وانت موقف اثنين راس حربه بتوعك وبتشتغل عرضيات ومفيش ولا كره عرضيه اثمرت لحاجه يعني. أيوة. فشوط المباراه كلها العرضيات كلها مفيش ولا واحده خطره. الكور الهدف اللي اتسجل، سجل لو جبنا الجول تاني من المنطقه اللي قدام ال 18، المنطقه الحته اللي قدام ال 18 اللي هي اتعمل فيها دبل باس. أيوة. الكره دي القرار التاني. أيوة. وحتى الجول التاني بتاع اجايه وقفشه، دي كره بتاع علي. بص، دي المنطقه اللي واقفين فيها، دي هي دي المنطقه الخطره بتاعت الحرس، هي دي المشكله الخطر، الحته دي الفاضيه اللي احنا قلنا بين الشوطين ان الاهلي لو سجل هيسجل من المنطقه دي. ان طول الوقت فرقه الحرس بتلعب خمس لعيبه واقفين بشكل كويس، والاهلي بيحاول برده يعمل كروسات وبرده ما كانتش مجديه. فدي الكوره، والتغييره دي فتحت حاجه ثانيه، تغييره مروان فتحت حاجه ثانيه، ان خلت الحرس زي ما كابتن حليم قال، خلت الحرس يلعب اربعه. أيوة. لما لعب اربعه دلوقتي بقى عندك فرصه تلعب على الاطراف، وبقى عندك مساحات خلف ورا الباكين. ده اللي حصل برده في جول جونيور، لو جبنا جول جونيور اجايو وقفشه هتلاقي برده نفس الكوره، يعني لو جبنا الجول تاني هتلاقي ان المسافات اللي بقت فاضيه، المساحات اللي بقت فاضيه هي اللي بقت ورا الباكين. أيوة. اللي هي في 4-4-2 هي دي. بص دلوقتي هم بقوا اربعه. ايوه، ما بقوش الخمسه صحيح. خلاص خرجوا. مزبوط. فدلوقتي تقدر تلعب على الاطراف. مزبوط. في الخمسه الحته الفاضيه حضرتك عايز تقول حاجه؟ بس حليم كمان فتح الجيم. ما هو فتح الجيم، هو ما فتحش الجيم بمزاجه. حليم فتح الجيم بعد تغييره مروان. أيوة. لما مروان خرج حليم، مش هقول اكل الطعم، بس هي يعني طبيعي ان هو يعمل كده، بس لو هو كمل بالثلاثه كانت هتبقى عنده بقى، هيبقى في نفس كان الاهلي كان هيقع في نفس المشكله. كان هيبقى حتى العرضيات او ان هو يلعبوا حاجه من القلب كان هيبقى فيها مشكله صعوبه شويه. لما حليم خرج الراجل المدافع بتاعه وطلعه نص ملعب شويه، بقت قلبها 4-3-3. ايوه، بقت عملت مشكله بقى لفرقه الحرس. فاحنا حاسين ان هو فتح الملعب، هو ما فتحش الملعب، هو غصب عنه الملعب فتح منه ان هو سقط حد من الثلاثه لحد في نص الملعب لوليد. أيوة. رقم 10. فبالتالي بقت في الفجوه، بدل ما كانوا خمسه بيلعبوا على خط واحد بقوا اربعه، فالفجوات. أيوة. المساحات بدات تزيد شويه. فدي بعد تغييره مروان شويه بدات تبقى احسن. الاهلي الاهداف كويسه، الايجابيات النهارده انك مفيش اصابات. الايجابيات النهارده انك قدرت تسجل، واحنا قاعدين كلنا من الحاجات الايجابيه برده ان احنا كلنا قاعدين عارفين الاهلي هيسجل. ودي حاجه برده من الحاجات الايجابيه تحسب للفريق وتحسب للجهاز، ان انت طول الوقت عايز تكسب، حتى لو كان اداء مش يعني مش هقول دون المستوى لكن متوسط. دي حاجه من الحاجات الايجابيه انك بتلعب كل 3 ايام مباراه، والحمد لله الاصابات عندك مش موجوده، واللعيبه بتتدور تاني، الروتيشن هيبدا يبقى في روتيشن طبيعي بعد الفتره الجايه. قفشه الهدف النهارده برده هيفوقه شويه، وليد سليمان اعتقد برده كان محتاج الهدف النهارده، ان وليد برده بعد الكورونا ما كانش برده قبل كده، كان الورقه الرابحه اللي بعد الكورونا شويه الاداء لسه ما كانش قوي. فمباراه النهارده اعتقد ان دي انطلاقه جديده للاهلي، يعني دي المباراه دي اللي هتعمل الاداء مش احسن حاجه، بس الاهداف وطريقه المكسب دي اللي هتعمل نقله ثانيه للاهلي الفتره الجايه. فاعتقد مباراه النهارده مباراه مهمه جدا، خطوه نحو اللقب خلاص اعتقد يعني واحده بيقرب، ولكن لازم يكون في دماغنا برده طول الوقت مباراه الوداد. أيوة. دلوقتي الهدف الاساسي دلوقتي لازم يكون ليك مباراه الوداد، حتى الروتيشن بيتعمل لمباراه الوداد مش لمباراه الدوري. عموما انت نبهتنا على موضوع حته الراسين الحربه، وانت كان عندك تحافظ عليها من الاول،
لكن كابتن هاني العجيزي احنا اتكلمنا على موضوع راسين الحربة دول قبل كده، وانت كنت بتفضل ان احنا نلعب براسين حربة. انا برضو عندي تحفظات فيها برضو. مش براس حربة واحد، يمكن حتى واحنا بنلعب براسين حربة احنا وصلنا للجون اكتر من مرة وضيعنا جول واثنين وثلاث، حتى في وجود راسين حربة كان ممكن نخلص الماتش، ولكن حسن انهاء الهجمة. صح. طيب يا كابتن، بص اول حاجة طبعا النهاردة مبروك للنادي الاهلي طبعا الفوز. الماتش الشوط الاول انا شايف ان هو من اسوأ شوط للنادي الاهلي من ساعه من بعد الكورونا. انا ده رايي. النهارده في ميز باص كتير جدا جدا جدا، يعني دي مثلا كوره ثانيه كوره ثانيه قبلها بتاعت باجي نفس اللي جات له في السكس يارد، نفس الطريقه. انت يا كابتن انت برده النهارده بتلعب مع احترام النادي حرس الحدود، بتلعب برده فرقه في المركز ال 12، يعني انت لو بتلعب فرقه كبيره النهارده وبتضيع الحاجات دي ممكن لو بتلعب فرقه محترمه مش هتعرف تتعوض بعد كده. فانت يعني حاجه زي دي هو اكيد الحرس فرقه محترمه طبعا، بس يمكن الطموح كان أكيد طبعًا نقطه يعني. اكيد اكيد. النهارده في برده كابتن حاجه، الشناوي النهارده احنا في حاجه ما خدناش بالنا منها، الشناوي صادد النهارده واحده انفراد من جريندو، يعني انفراد تام، يعني دي كانت تغير مجرى المباراه تماما. يعني الشناوي احنا بقاله فتره معودنا ان هو بيشيل حاجات في اوقات يا كابتن ايمن مهمه جدا في المباريات. مظبوط. فبرضه لازم النهارده نديله حقه فيها، وعمل جيم كويس طبعا، ما راحلوش حاجات كتير النهارده بس كان يعني هايل في الحاجات اللي راحت له. ولكن يا كابتن برضه النهارده زي ما قلت يعني في سلبيات كتيره لازم الراجل يتكلم مع اللعيبه فيها. احنا كسبنا وكل حاجه والناس كلها فرحانه، لكن في مشاكل برضو موجوده. الشوط الاول زي ما قلت من اسوأ الشوطات اللي اتلعبت في النادي الاهلي من بعد التوقف. النهارده برضو موضوع حته الاثنين الفراوده، في مفيش تفاهم يا كابتن ايمن ما بين مروان وبادجي. النهارده في اول الماتش النهارده بادجي بينزل كتير قوي، بينزل حتى بينزل لبعد نص الملعب بتاعنا، يعني بتلاقيه نازل ده مش مكانك، ده أيوه. ده مش شغلك. أيوه. ودي مشكله برضو ان انت ما بتلعبش برقم 10، لان ده شغل رقم 10. لو رقم 10 لو قفشه لو موجود او مش شرط قفشه، اي حد ما بيلعب في المكان ده هيقدر هو اللي يبقى فيه همزه الوصل بينه بين نص الملعب وبين الفراوده. هو انا ممكن العب براسين حربه بس اغير الطريق، ممكن زي ما الكابتن عادل في الاول ممكن ما فيش مشكله، لكن ان انت يا كابتن برضو انا مشكلتي ممكن اغير مهام لعيبه جوه الملعب. بالظبط بالظبط. ممكن عملها الماتش اللي قبله لما لقفش النهارده، عملها النهارده. بص ادي فرصه ثانيه عملها. بالظبط. اتفضل يا كابتن. اتفضل. على فكره ما غيرش طريقته النهارده وليد، لما لعب راس حربه، بس لعب راس حربه بشكل مختلف. وليد ما كان بيلعب، ما لعبش في النص، وليد كان بيلعب راس حربه بس مش زي مروان، صائد شويه فاهم. عشان لو انت شفت الجول وليد كان اساسا في مركز راس حربه بس هنا وهنا، فهو ما غيرش الطريقه بس عشان ما غيرش الطريقه بس انا عايز اتكلم. بس هو غير الشكل بتاع الجول، غير مهام الناس اتغيرت. ايوه بس جوه الملعب خلي بالك لما بدا الشوط الثاني بدا بوليد على الطرف بعده عن مصدر. هي تغيير مروان هي اللي قلبت الكلام، بيتكلم مع تغيير بعد تغيير مروان، ما غيرش الطريقه. ايوه حتى تغيير مجدي لعبوا ناحيه اليمين، لا ناحيه اليمين. ايوه ما غيرش الشكل ما اتغيرش، بس المهام اللعيبه نفسها اتغيرت. فعلا ده اللي كان بيحاول يعمله بادجي بس ما عرفش يعمله. دي كوره الشناوي اللي كنا بنقول عليها، توقيتها كابتن، توقيتها. الحاجات دي ما حاجات يعني اللعيب بيعدي بسهوله جدا. ممكن تجيبها لنا تاني معلش من الاول، من اول الكره لما سلم عايزين نقف هنا، الراجل بيعدي بسهوله جدا. يعني هنا انا المفروض اطلع الراجل ده على بره. بالظبط. يعني انا ابعده واطلع الراجل ده على بره، انما انا كده بايع نفسي بسهوله جدا ان هو يعدي ويدخلنا على بره. هي وقفت تحت رجله صح يا كابتن محمد؟ غصب عنه برضه، هي عدت غصب عنه يعني. المفروض ما يقابلش، ما يدخلش. لا كانت الموقف نفسه اساسا بالظبط 2 على 2 ده غلط جدا. اللي معاه الكوره جريندو ورايح معاه ياسر، وواحد رايح بص منظر اقف هنا اقف هنا لو سمحت. المنظر ده مبدئيا كده دفاعيا غلط. واحد على واحد مع الكوره، واحد على واحد مع رامي، الموضوع ده غلط. التغطيه العكسيه مش موجوده، لازم هنا بطء برضه يا كابتن. بطء بتاع برضه ديانج ياسر. بطيء بطء ديانج برضه، يعني المفروض كان يغطي ورا شويه من بدري. من بدري. فعلى فكره حصل كذا مره يا كابتن. واحد على واحد الكره دي حصل كذا مره. فاحنا برضو لازم نتكلم برضو في يعني في ايجابيات وكل حاجه، بس في سلبيات، والسلبيات لازم نتكلم فيها عشان اللعيبه تاخد بالها بعد كده. ايوه بس لكن يا كابتن طبعا انا عايز اتكلم النهارده طبعا على وليد سليمان، لازم برضو نديله حقه طبعا. هو وليد وكابتن علاء خلص الكلام على وليد، قال ان وليد يا جماعه الراجل ده
من اللعيبه اللي مش يعني مش هقول مش هيجي تاني، لا هيجي تاني زي وليد، وممكن يجي احسن من وليد وكل حاجه، لكن في العصر اللي احنا فيه او في الوقت اللي احنا التوقيت اللي احنا فيه ده ما فيش لعيب بقيمه وليد سليمان. خلي بالك وجوده في الملعب بيريحنا احنا كمشاهدين. طبعا يا كابتن، طبعا طبعا، يعني الراجل ده فعلا فعلا يعني قيمه كبيره جدا، ولازم زي ما الكابتن علاء قال اللعيبه اللي موجوده مش شرط يكون ناشئ، لا اي لعيب جنبك جنب وليد سليمان يا جماعه لازم يتعلم منه، لازم يتعلم منه الروح، لازم يتعلم منه الاصرار ان هو في اخر دقيقه ممكن يكسب فرقه. يعني انا لو وليد بيلعب جنبي انا فعلا زي ما انت بتقول يا كابتن ايمن انا ببقى مطمن، لان وليد فعلا من اللعيبه اللي تريحك او اللي تطمنك. يعني انا لما كنا بنبقى موجودين بيبقى جنبك ابو تريكه وبركات عماد متعب، الناس دي بتبقى مطمنه كابتن علاء ان انت الماتش خلصان، يعني ما يعني بيريحوك بمعنى كوره. عايز بس اتكلم على في حاجه انا حسيتها، ان وليد لو اي حد بيتفرج على الكوره، حتى الكابتن محمد حليم قالها، ان في اتفاق بين وليد وبين اجاي. انا متاكد ان هم مش متفقين. هي الكوره والفرصه هي اللي هيأت ان الاثنين يعملوا الحركه دي في جزء من الموقف، في جزء من الثانيه. لكن هو اي حد يشوف الكوره يقول لك ده متفقين، لكن هم مش متفقين خالص. يعني هي بتبقى زي ما الكابتن علاء قال جزء من الثانيه، الراجل وليد خد القرار واتحرك قبل ما المدافع يفكر حتى هو وليد هيعمل ايه. ايوه سبقه بخطوه خلاص خلصت، حتى الفينش بتاعه يعني حاجه جميله جدا جدا جدا. فالنهارده بنحيي وليد سليمان على الاداء النهارده، بغض النظر عن الجول، حتى في كم كوره الراجل كان بينزل يدافع يا كابتن علاء وهو جايب جول واحنا كسبانين، وبينزل حتى احنا اتكلمنا مع بعض فيها لحد ال 18 بتاعنا، فدي حاجه تتحسب له بصراحه. وليد من اللعيبه المحترمه جدا، مبروك للنادي الاهلي طبعا، ويعني خلاص انت بتقرب من حسم اللقب ال 42، ربنا يكرم ان شاء الله في الماتشات اللي جايه باذن الله. طيب هنروح من جديد للبرتغال وهنضم لينا مستر مانويل جوزيه عبر سكايب. الف مبروك مستر مانويل، فوز مهم للنادي الاهلي وتحقق بعد روح عاليه، ويمكن كعاده النادي الاهلي لحد اخر دقيقه احنا واثقين ان المكسب هيتحقق. أنا من رأيي مبروك طبعا الأهلي، الأهلي فاز ماتش كمان، خد خطوة مهمة في اتجاهه للحصد لقب الدوري المصري، لكن الشوط الأول كان الأداء الفرقتين كان ضعيف، الأهلي عليه مسؤوليات أكتر، الريتم كان يفضل يبقى أحسن من كده. أكيد حرارة الجو ليها تأثير على أداء اللاعبين. الشوط الأول ما كانش فيه أي إثارة، كان فيه فرص للنادي الأهلي أكتر لإحراز الأهداف، كانت فيه غلطات دفاعية كمان. الأهلي لعب باثنين راس حربة لكن ما كانش في حد بيساعدهم ولا بيديهم الباس. بيلعبوا قدام فرقه بتدافع بكتله دفاعيه كبيره جدا، فكان صعب على النادي الاهلي انه ينهي هجماته او يخلق فرص لاحراز الاهداف، ولكن كان قدر يفوز بالمباراه وما قدرش يحدث اهداف اكتر بسبب الاداء الدفاعي لحرس الحدود. نمره 28 لاعب قوي وما خسرش ولا كوره، وكان عنده ثلاث فرص حلوه انه يحرز اهداف، وكمان في رقم 14 مصطفى جمال في حرس الحدود بيدي رتم للفرقه، بيخليها تلعب اكتر ويسرع اللعب لما يعوز يسرع، ولما يهدي اللعب كمان، ولما ينقله في التحويل الهجومي او الهجمات المرتده هو اللي كان بيطلع بالهجوم المرتد ده. فمدرب الاهلي كان سعيد بتغييراته، لان التغييرات ديت هي اللي ساعدت النادي الاهلي، خلت الاهلي انه يسرع المباراه ويسرع رتم المباراه. في الاول كان عمل غلط ان حط وليد سليمان ناحيه اليمين، لكن وليد سليمان تقريبا دخل لمركز راس الحربه،
كان هجيب جون برأسية وفي الآخر جاب الهدف الأول. والتغيير الثاني بأفشة كمان ادى الفرحة للمدرب بالهدف الثاني وأحرز هدف جيد هو الجون الثاني. فالمدرب كان سعيد بتغييراته اللي دخلت وزودت قوة الفريق وكمان ضغطها على الفريق المنافس على فريق حرس الحدود اللي كان هبط أدائه في المباراة في الوقت دوت بتغييرات كتير كمان بتضيع كتير للوقت حصلت من جانب نادي حرس الحدود. لما نقل وليد سليمان لنص الملعب دي منطقة خطورة وليد سليمان على فريق منافس. مروان كان طلع وكان في راس حربة واحد كان بيلعب مع وليد سليمان فالنتيجة أنا شايفها نتيجة عادلة لكن حرس الحدود فاجأني لأن في مرحلة من مراحل المباراة لعب كويس جدا كان بيطلع بسريع على الهجمات المرتدة خلق كذا فرصة لإحراز هدف زي ما أشرت من شوية وأنا من رأيي متواضع حابب أقول إن رجل المباراة كان جريندو رقم 28 من حرس الحدود لأنه لعب بأداء كويس جدا وخلق فرص ثلاث فرص واضحة لإحراز هدف اللي صدها الشناوي وأنقذ الأهلي من إنه يعاني من هدف لما كان لسه نتيجة 0-0. طيب هل كان تغيير طريقة اللعب من 4-4-2 اللي بدأ فيها فايلر اللقاء بخروج مروان محسن كان ليها تأثير ودور في زيادة ضغط لعيبة النادي الأهلي على حرس الحدود ولا طمع لعيبة حرس الحدود في المباراة هو اللي أدى لفتح اللعب؟ حرس الحدود في كل الفرص اللي ظهرت له كان بيطلع في المرتدات او الهجوم السريع لكن في نهايه المباراه بتغييرات اللي عملها الاهلي زي ما قلت من شويه الاهلي كان اقوى كان اسرع ما بيساعدش ان احنا نلعب باتنين راس حربه لو ما فيش حد ان هما بيقدموا لهم الكور او بيبصوا لهم الكور لقدام او يديهم العرضيات فدايما بيبقى في نقص عددي في خط الهجوم في النادي الاهلي بمقارنه بالمدافعين هما اتنين لاعبين طوال فكان ممكن نستغلهم فانا بقول دايما احنا نلعب 4-4-2 لكن لازم نلعب بوليد ورا راس الحرب لانه الراجل اللي بيدي الباص الاخير اللي بيخلي راس الحربه ينفرد قدام الجون وده ما حصلش فالاهلي تقريبا كان بيلعب 4-4-2 و4-3-3 بثلاثه مهاجمين قدام وليد ابتدى في اليمين زي ما قلت لكن رجع لمكانه مكان راس الحربه وده اللي خلاه جات له فرصه ان يحرز هدف بالراسيه وبعدين احرز الهدف وانا شايف كمان ان الارهاق فرقه حرس الحدود بعد ما مر الوقت ولما وبعد الاهداف انا شايف ان التغييرات دي زودت الريتم او زودت الضغط على فريق حرس الحدود. انت اتكلمت كتير على دور وليد سليمان المؤثر في اداء النادي الاهلي، هل من الارجح ان وليد سليمان يبتدي المباراه ولا ينزل في الشوط الثاني زي ما بينزل كل مره؟ أنا شايف إنه هو أو ما عندوش الإمكانية. أنا كان قبل كده ممكن في الربيع قبل كده كان ممكن في مثلا في فصل الربيع أو فصل الشتاء ممكن أقول إنه يدخل من أول المباراة لكن مع حرارة الجو مش هتساعده إنه يأدي المباراة كلها. فانا شايف انه لاعب عنده رايه كويسه جدا للعب عنده فنيات عاليه جدا فانا شايف انه
ممكن يلعب من اول المباراه لو يمكن انه يكمل المباراه كلها من غير ما يتم استبداله. انا شايف الاهلي كمان فاز في كل المباريات كلها في نهايه المباراه في الفتره الاخيره ما بين ال 80 والدقيقه 95. فانا شايف ان فعلا اهميته اكتر من الدخول في الشوط الثاني من انه يبتدي من اول المباراه بالحراره العاليه اللي بتخليه يبقى مجهد اسرع. عموما فوز اليوم جعل الاهلي يخطو خطوه جديده نحو حسم اللقب. يمكن يتبقى الفريق بالظبط 8 نقاط لحسم اللقب. هل ده هيكون حافز في المباريات المقبله للعيبه ولا هنشوف اداء سلبي واسترخاء؟ أنا شايف إن الشوط الأول الأهلي ممكن يكون لعب فعلا أقل بكتير رغم إن جات له فرص واضحة لإحراز أهداف، كانت 4 فرص، لكن كان المشكلة كان دايما تبقى إنهاء الهجمات وخصوصا من جانب الاثنين رأس الحربة. وأنا شايف إن بسبب درجة الحرارة خلت الفرقة تأدي بالشكل دوت. وأنا شايف إن بما إنه عنده 17 نقطة فوق الزمالك اللي هو اللي في المركز الثاني، أنا مش شايف إن اللعيبة لا هتريح، لا أنا شايف إن اللاعبين هيريحوا بعد ما يكسبوا 4 ماتشات كمان ويكونوا الأبطال رسميا. ساعتها المدرب ممكن يدي الإمكانية ساعتها للاعبين اللي هم مش الأساسيين إنهم يلعبوا أكتر ويشاركوا أكتر، وهم الأهلي يركز في المرحلة ديت بالدوري أبطال أفريقيا. نشكرك شكرا جزيلا مستر مانويل، ونطلع فاصل ونرجع نكمل مع نجومنا نجوم التحكيم. ونرحب بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ومعانا احصائيات المباراه وتغييرات اللاعبين. النادي الاهلي كابتن محمد يوسف، ان نسبه الاستحواذ 53%، حرس الحدود 47%، مع ان اعتقد الاستحواذ كان الحرس في الشوط الاولاني، ولكن النادي الاهلي في الشوط الثاني عدل زي ما قلنا كده من وضع اللاعبين في الملعب، ونسبه الاستحواذ بقت بالنسبه للنادي الاهلي اكتر من فريق حرس الحدود. النادي الاهلي التسديد على المرمى 5 كرات من 10 بين الثلاث خشبات، حرس الحدود كرة واحدة بس. الركنيات كانت قليلة جدا من الفرقتين النهاردة، النادي الأهلي 2 وحرس الحدود 1. بالنسبة للتغييرات كانت طبعا بالنسبة للأهداف، وليد سليمان في الدقيقة 85 ومجدي قفشة في الدقيقة 96. تغييرات وليد سليمان بدلا من أحمد الشيخ، محمد هاني بدلا من جيرالدو، جونيور أجاي بدلا من مروان محسن، محمد مجدي قفشة بدلا من أحمد فتحي، أيمن أشرف بدلا من أليوباجي. حرس الحدود أنتوني لوكاسا بدل من توني جوميز، نانا أنتوني بدلا من إبراهيم كونيا، أيوب بن مشارك بدلا من مصطفى جمال، أحمد شرويدة بدلا من محمد الشبيني، عمرو الحلواني بدلا من حامد خالد. عايز أتكلم على التغييرات اللي عملها النادي الأهلي في الشوط الثاني. إحنا وليد سليمان مكان أحمد الشيخ، إحنا ما كناش متوقعين إن أحمد الشيخ هو اللي يطلع. هو كان كلام على يعني احنا كان قرأنا ان احنا لما شفنا في لقطه جت لفايلر بيتكلم مع وليد سليمان قلنا اكيد هينزله مكان يا جونيور يا احمد الشيخ. جيرالدو يا احمد الشيخ. ليه بقى؟ لان وليد هو الراجل بيلعب براسين حربه، وبالتالي هيلعب باربعه في وسط الملعب، طرفين واثنين ارتكاز. فوليد في الحاله دي ملوش مكان غير ان هو يلعب مكان يا احمد الشيخ يا جيرالدو، والراجل اختار احمد الشيخ. ليه بقى؟ وليد هيأدي نفس دور احمد الشيخ لانه اشول برضه، هيخش جوه، بس وليد شويه يعني ايه بيخش في ال 18 كتير، يعني تواجده في ال 18 اكتر من الشيخ. وبعدين عنده وليد بيعمل حاجه كمان، ما بيقيدش بالجنب اليمين، يعني ممكن تلاقيه راح رايح نازل يلعب تحت راسين حربه في وقت ما. وانت لو بصيت لقيت الجون اللي جابه استلم الكره من مركز راس حربه، يعني كابتن علامه ايوب قال لك
وليد لما لعب في فتره من الفترات لعب راس حربه. الكره اللي جت لعلي معلول لو احنا رجعناها تاني هبص تلاقي ان 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 اتحرك له جونيور اجايه بره ووليد راح متحرك وراه. راح وليد استلم الكره من علي معلول وراح عاملها دبل باص مع جونيور. يعني وليد لما بيلعب في الطرف يعني ما بيقيدش بالمكان ده، لا بيتحرك وممكن يخش جوه في قلب الملعب وبعدين يبقى ايه يخرج تاني. ف مش منتج على الطرف برضه يوسف. نعم طبعا. يعني على الاطراف وليد كان منتج، يعني خلينا نقول قبل كده منتج. لانه طبعا. لانه وليد خلي بالك يا كابتن علي، وليد عنده حاجه مميزه جدا مش عند الاطراف اللي عندنا كلهم، انه بيؤدي الواجب الدفاعي بميزه كبيره. بس النهارده عشان اطلب منه يلعب 90 دقيقه بمجهود وينزل مع الباكات وبتاع صعب. فهو هو فتره من الفترات لعب 10 10 ليه؟ عشان 10 برضو الى حد ما الحته الدفاعات بتاعتها يعني ايه فيها اقتصاد شويه في الجهد. بس هو هجوميا لا بيفرق معاك. أيوة. بيفرق معاك وليه تواجد وليه خطوره وبيصنع يعني. بس هو خطورته في القلب. طبعا خطورته في القلب، عشان كده انا بقول لك حتى لما يعني الراجل منزله على الطرف بيسيب الطرف ويبدا يخش الجو. يلعب تحت الراسين حربه الحته دي حاجه. عايز الكره دي تاني، عايز الكره دي تاني لو سمحت، عايز الكره دي تاني لو سمحت. التغييره بقى بتاعت محمد هاني مع جيرالدو، الراجل صلحها باللي بعدها اللي هي لما خرج محمد مجد. راح مخرج محمد هاني، جه بعد كده راح مغير جونيور اجيب مروان محسن وقفشه باحمد فتحي. هو غير دي ظبط الملعب تاني، يعني في الدقيقه 80 عمل التغييره دي. انا شايف بقى قفشه وخروج احمد فتحي ظبطت الملعب يا كابتن، ظبطت الملعب. ليه بقى؟ اصبح دلوقتي موجود قفشه وليد سليمان وموجود اليو بادجي، فالملعب اتظبط. يعني الملعب اتظبط بقى، عندك في الطرف اليمين في وليد او قفشه ايا كان فيهم او حط قفشه، وفي الجنب الشمال عندك جونيور اجايه، تحت الراس حربه في وليد سليمان، راس حربه اليو بادجي في نص الملعب. بصوا الكره دي انا عايز الكره دي تانية لو سمحت. طبعا عشان مش انت، انا عارفك انت عايز ايه، انت عايز واحد يبقى على القائم البعيد بالظبط، واحد على القائم القريب بالظبط. لان انت كنت راس حربه، كنت بتلعب انت والكابتن محمد رمضان، كان واحد على القائم القريب واحد على القائم البعيد. فهنا هنا مفيش تمركز مثالي في الكره دي. انت عارف الكره دي يا كابتن هي غلط برضه، خد بالك. انت عارف الكره دي لو فيها تمركز مثالي الراجل اللي جاي على القائم البعيد ده يحط الكوره، يحط الكوره. وانت لسه الاسبوع اللي فات كانوا جايبين لك الجون اللي انت بتاع السودان، بتاع السودان قطعت انت، قطعت على القائم البعيد رحت حاطه. أيوة. انا اللي قلت لهم عليه. ما شاء الله كابتن عادل حاجه كويسه ما شاء الله. وبعد كده انا بقى الكوره بصراحه اللي الواحد لازم يشيد بيها ان الراجل لما طلع اليو بادجي في الدقيقه 85 ونزل ايمن اشرف ما بقاش عندك راس حربه. صح. انت الوقت ده قفشه لعب كانه راس حربه. الجون اللي جونيور عملها له وهو شائق في الحته دي وراح لافف وسطه وحاططها اللي كنا بنتكلم فيها، انا عجبني إن انت ما عندكش راس حربه، بس انت في الموقف ده انت اقرب واحد تروح. ومناسبه الحديث عن راس الحربه، احنا دلوقتي شفنا ايمن اشرف بدل من اليو بادجي، احنا كلنا قلنا ايه الراجل عايز يحافظ على المكسب صح. ولكن احنا دلوقتي يا كابتن علاء راسين حربه بتوعنا ما لهمش بديل. يعني انت ممكن تلعب براسين حربه، ممكن تغير الطريقه الشوط الثاني فتلعب براس حربه، ولكن لا قدر الله لو حصل حاجه لراس الحربه ده ما عندكش بديل بره. هل ده يستدعي مثلا ان يفكر ان مستر فايلر ان هو مثلا يرجع مثلا او يجيب احمد ياسر ريان من الجونه، او يرجع وليد ازارو كراس حربه في النادي الاهلي مره ثانيه، ولا هتبقى ايه الحلول؟ هو الوقت او يرجع هاني صحيح دلوقتي الحلول يعني لما تيجي تسالك الحلول الموجوده المتاحه حاليا، المتاحه حاليا هم اثنين راس حربه، فاكر في محمد فخري كمان بيلعبها، ممكن يلعبها كويس كمان، بيلعب براس حربه، ممكن راس حربه، ممكن على اطراف، ممكن يلعب راس حربه الاثنين كويس. لكن لو هتفكر ما انت عندك يعني عندك احمد ياسر ما شاء الله ماشي كويس جدا مع الجونه، عندك وليد لو فكرت تجيبه ثاني، ووليد في المكان ده انا شهادتي فيه مجروحه جدا فما بحبش اتكلم على وليد كتير، لكن هي وجهات نظر المدير الفني تحترم جدا. لكن هي لو انت اعتمدت الطريقه دي يا ايمن يبقى انت لازم محتاج راس حربه ثالث موجود طبعا معك.
لاي حاجه بقى في تحصل خصوصا في المباريات قريبه جدا من بعض. لو اعتمدت الطريقه دي اللي غالبا يعني اغلبيتنا مش مقتنع بيها، لكن هو واضح انه اعتمدنا خلاص رسمي هيلعب باثنين راس حرب وهيلعب باربعه في نص الملعب زي ما بيعمل كل مباراه خلاص. ده واضح ان هي بقت هيلعب بالطريقه اللي لعبها تقريبا حتى من الماتشات الوديه كنا بنتكلم في الاستوديو هنا دايما. لكن واضح مستر فيلر مع هو غالبا هيلعبها هاني هيلعبها الوداد في الوداد هيلعبها. وليه ما لعبهاش على سنه واحده؟ صعبه نص الملعب بس نص الملعب على حساب نص الملعب. انا بس لما خلصت بعدين انت الاثنين شبه بعض كمان الاثنين راس حربه. سيبوني اخلص كلامي. اتفضل ماشي. لا خلاص تقول ايه؟ خلاص كلام بس كل واحد يقول رايه بس وبعدين نتكلم في بعدين. هو انت ايه المشكله ده براس حربه في الوداد؟ ايه المشكله اللي عندك؟ ما تردوا عليا. نص الملعب نص الملعب فيه اربعه بس تغير الاشكال دي اللي بتلعب. بتكلم جد العب بالاربعه زي ما هو بيلعب. بص يا ايمن طبيعي طبيعي. لا غير الاشخاص نفسهم. انا فاهم قصدك انت فاهمني. أيوة. غير الاشخاص نفسهم في المهام نفسها. لكن انت ايه المشكله تلعب اتنين؟ انت ما تلعب اتنين راس حربه في الوداد هو هيلعبك بايه؟ هيسيبك برضو تلعب راس حربه كده معاك؟ بالعكس لا. انت سهل جدا هي المره مليون اسهل وقت تجيب فيه اهداف بره ملعبك انك الوداد خصم عنيد جدا وعايز يكسبك وعارف ان هو ما بيجي يلعب في القاهره هنا مشكله بتزيد جدا عليه. مفهوم ان انا اطلع بره دافع ده مفهوم بقى ده مات. بالعكس اللي بيطلع بيلعب بره الوقت بيبقى طمعان يجيب هدف. هدف في مباراه العوده بيريحه جدا. الشكل بتاع فايلر عادل ان هو اعتمد الطريقه دي في اي وقت هو عايز يلعب بيها. هي نجحت هو من وجهه نظره ناجحه مش احنا. ما لا انا قصدي كده ما احنا بنتكلم في النهايه. هل ده هيبقى ناجح مع الوداد في الوداد هو اتنين راس هو حرب. هو ممكن يقول لك لما اوصل ماتش الوداد بالطريقه دي يكون اللعبه كلها هضمتها حتى اللي مش مقتنع بيها وهيلعب بيها. اصل انت بص عادل ما اعرفش برضو احنا خش في النقاش وسيم توهاني هل ممكن العب بكل الطريقه دي واجي على ماتش الوداد اغير؟ لا ما هو هل بقى اللعيبه ما انا استنى ما انا بنقاشها هل انا حاجه الادوات اللي عندك كلها هو كل واحد يقول لا ما هي اصلها اراء. انا متوقع انه يغير خالص انه هيجي قبل ماتش الوداد يروح مغير. ليه بقى؟ احنا النهارده الوداد اكيد مليون في الميه بيتفرجوا على ماتشات الدوري بتاعتك كويس. وانت العكس كويس. بتتابع ماتشات فهو عمال يلعب برصين حرب يلعب برصين حرب يلعب. انا اتصور كده متوقع كده ده توقع ممكن يطلع غلط ممكن يطلع صح. لا صح ما يستاهل كلها مناقشه على فكره. فطبعا هيجي في الماتش هيغير ويلعب برصين طب بس كده بس ولعبتك انت بقى كده طب بس هل ده بقالك شهر لا احنا عندنا احنا بنتكن 4-2-3-1 بس انا عايز حاجه اللي انا متاكد منه يعني عارف انت هاني لما ارجعك للطريقه الطبيعيه هو بص هو متاكد اللي انا متاكد منه يعني معظم اللعيبه عايز 4-2-3-1 كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه نوعيه لعبتك اللي انت الموجوده في الملعب واللي انت شاريها وكلها ما تيجي 4-2-3-1 بالعكس عندك عندك اللعيبه يتنفذ المهمه دي ان كل طريقه ليها مهام معينه. 4-2-3-1 انت عندك الثلاثه اللي تحت راس حربه هاني وعندك اثنين في نص الملعب تقال جدا اي اثنين هتعرف تنفذها عادي. انما 4-4-2 دي انا حاسس من هنا واحنا بنتفرج معظم اللعيبه مش هضمه الطريقه نفسها لان في لعيبه كتير زي محمد مجدي مثلا. محمد مجدي دايما بتلاقيه على الطرف ما بيلعبش مكانه. هو انت الفرودين دول لو فيهم لو مختلفين ما هي الاختلاف يا عادل يعني راس حربه محطه اللي هو يا بدجي يا مروان واحد يكون سريع طب كويس قوي دي معاك بقى في 4-4-2 بره ملعبك تلعبها. لكن لعب اثنين نفس النمط لا صعبه جدا. لا يعرفوا يدافعوا على نص الملعب كويس ولا وانت بتهاجم هيبقى عندك سرعات تشتغل في ظهر الديفنس ولا حتى لو بتلعب كور طويله مش هتلاقي حد ياخد السكند بول بتاعتك. طب معلش يا كابتن ايمن ثواني بس بعد اذنك. بص يا كابتن علاء احنا بقالنا 3 ماتشات بنبدا بالتشكيل ده واول ما بتيجي تغير الشكل الفرقه بيتغير يعني تحس ان انت عملت تشكيل جديد ولاعيبه جديده. يعني النهارده نزول وليد ونزول قفشه غير شكل الماتش تماما. قفشه راح ناحيه اليمين ووليد عشان غير مروان ما ده اللي بنتكلم فيه كان في الوقت انا وعادل. اثنين راس حربه هاني بس مش شبه بعض اللي انت بتتكلم عليها دايما اثنين راس حربه ده انا في العالم حتى كله حتى وجود اللعيبه كابتن اللي هي بتلعب في انا عارف في العالم كله 3-1 دي انت بتحس اللعيبه زي ما انت حضرتك مكانها ايوه بس يعني انت بص هات مباريات مجدي مثلا محمد مجدي وشوف انتاجه لما بيلعب ناحيه اليمين وهات محمد مجدي في انتاجه لما بيلعب 10 تمام. طب النهارده طب استنى انا مش هروح بعيد ليه دي واحده ايه بالظبط. شوف وليد لما بدا ناحيه اليمين وشوف وليد لما بدا في النص ايوه لسه النهارده مفيش يعني فاهمني
هو يعني يوسف كان بيقول لك ايه وليد من نوعيه اللعيبه اللي بتهرب لان وليد امكانياته اصل كل لعيب عنده امكانيات خاصه هو عارفها يعني يروح المكان اللي بيحبه المساحه اللي شايفها بالزبط. انت فاهمني هو بيدور على دي غير مثلا جيرالدو ما يخشش جوه ابدا ان هو عنده امكانيات الجري الطول اللي كان بيتكلم عليه عادل لكن في لعيب مثلا محمد مجدي ما تحطوه ما ينفعش على الجنب كويس صالح لما يلعب يعني الله اعلم امتى برضه نفس الكلام في في القلب هي دي المشكله هو عموما انا متوقع ان مستر فايلر هيفاجئنا برضه زي ما الكابتن محمد يوسف عموما هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم ونرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين نرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر تحياتي للكابتن ايمن وتحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء وكابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني وفي البدايه بنقول مبروك النادي الاهلي لاعبين واجهزه فنيه وجماهير ومجلس اداره وطبعا حظ اوفر لنادي حرس الحدود المباراه كانت النهارده يعني جيده خاصه في الشوط الثاني نتمنى طبعا التوفيق للكره المصريه بشكل عام ونتمنى طبعا التوفيق لطاقم التحكيم النهارده كان مكون من احمد الغندور كان حكم الميدان وكان معاه مساعد رقم واحد هاني عبد الفتاح وحكم دولي والمساعد رقم اثنين كان شريف عبد الله من منطقه القاهره كان مساعد رقم اثنين حكم رابع احمد صالح كان منطقه اسماعيليه وعندنا في الحقيقه طبعا حكمين في الفار ودي لازم نقول الكلام دوت حكمين من الشباب حسام عزب ومحمود وفا نقول قبل ما نتكلم في التحليل كابتن يوسف عايز اقول حاجه مهمه جدا ان تقييم طاقم التحكيم مش على حاله او حالتين يا كابتن هاني ولكن التقييم بنتكلم على مدار الشوطين يا كابتن من ناحيه الاخطاء الفنيه او التمركز او التحرك او الاداره المباراه او التعاون اللي كان موجود اعتقد هم كانوا قبل المباراه قعدوا مع بعض بشكل كبير احمد غندور لابد ان هو يقعد مع طاقم التحكيم بيتكلم معاهم على ازاي هم يديروا المباراه وبالتالي هم نجحوا بشكل عام من وجهه نظري انهم اداروا المباراه بشكل كبير حاجه ثانيه النهارده المباراه بدون انذارات كمان ودي عشان اقول حاجه مهمه جدا مش الحكم مش بالانذارات يا كابتن ايمن يعني الحكم مش باشهار الكروت عشان يسيطر على المباراه ممكن اسيطر على المباراه بدون اشهار الكروت هنروح للحالات بتاعتنا في المباراه وانا بقول ان المباراه يعني شعارها هو التعاون ما بين الحكم وطاقم التحكيم باستثناء طبعا في حاله واحده بس لما نيجي ليها هنتكلم هنا ستوب هنا في مخالفه واحنا قلنا المفهوم الجيد لمبدا اتاحه الفرصه كابتن يوسف خلي بالك الحكم احيانا بيبقى عنصر مهم جدا ان هو بيدي المتعه للعب يعني في حكم ممكن ما عندوش قراءه في المخالفه هنا هنشوف هنا في مخالفه ولكن هو هنا قرا ستوب هنا ادى استمرار ليه لان هو لو وقف اللعب بيقتل متعه اللعب وبالتالي هنا الحكم ليه عامل كبير جدا هو يطفي وبيضيع فرصه على الحرس بالظبط كده مهم جدا الحكم يبقى عنده قراءه وازاي يقدر امتى يتيح الفرصه وامتى يوقف وهنا طبعا كان بشيد بيه قرار الغندور في اللعبه هنمشي شويه مخرجنا العظيم ونشوف هنا شوف يا كابتن هي اتنقلت من هنا يا كابتن ستوب اتنقلت من هنا راحت لهنا يعني دي هجمه تعتبر هجمه لابد ان هو يترك اللعب لان ممكن يجي منها هدف ويبقى هو اساس وشريك في الهدف اللي جه دي الحاله الاولى كابتن سمير نعدي ونروح للحاله الثانيه ونشوف هنا البعض يقول ان الحارس المرمى ملوش حصانه ملوش حصانه بس لما يبقى في مخالفه يا كابتن هنا ونشوف هنا الذراع للاعب حرس اللي هو جريندو شوف الايد بتاعته رايحه فين هنا ستوب هنا هو منع حارس المرمى من ان هو يطلع ياخد الكره وبالتالي هنا شاف ان كان في مخالفه هنا على لاعب حرس الحدود مع الشناوي ودي مهمه جدا ان الحكام ياخدوا بالهم يبقى في فرق ما بين اللاعب اللي يطلع يعمل تكف ويلعب بدماغه او يطلع مدي ايديه او بيحوش حارس المرمى وهنا شاف ان في مخالفه واعتقد الغندور حسب المخالفه على لاعب الحرس الحدود نروح للحاله اللي بعد كده شوف هنا انا عاوز بس يعني كابتن يوسف كابتن هاني نشوف المساعد رقم هناك رقم اثنين نشوف هنا نحط عيننا عليه وشوف قد ايه التعاون الجميل جدا ما بين هنقعد بس نشوف هنا التكنيك انا هنا في تكنيك كمان في تكنيك رايح احنا بنقول دايما الحكام مساعدين لما تيجي تعمل مخالفه
تدي تكنيك عشان الحكم يعرف انت هتدي على مين بالظبط. كابتن ايمن، هل هتدي على المدافع ولا هتدي على المهاجم؟ ولكن هنا انا شايف ان في تعاون بين حكم المباراه والحكم في الاخطاء القريبه من الحكم سعد، وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هم قبل المباراه قعدوا مع بعض واتفقوا ازاي ان هم يديروا المباراه بشكل كويس. هنا شايف ان في مخالفه، وهنا القرار واضح جدا جدا من الحكم مساعد والحكم احمد الغندور. نمر للحلقه بعد كده كابتن. نشوف حاله من الحالات المهمه جدا برضك، ونشوف اللعبه ديت لعبه مهمه جدا جدا كابتن علاء. وهنا الحكم مساعد تدخل، يعني عاوز اقول ان الحكم مساعد هنا هو اللي ادى قرار. لو هنرجع كده من الاول خالص، نشوف ان الحكم مساعد هنا هو اللي ادى قرار، نتيجه ان احمد يمكن كان بعيد شويه، وكانت الايد هنا يمكن كانت مش باينه قوي لاحمد، ولكن كانت هنا الايد هنا طالعه من اللاعب حرس الحدود. وهنا يمكن الحكم مساعد الوحيد اللي يقدر يدي القرار فيها كابتن ايمن، وهنا بشيد بالحكم مساعد رقم واحد فيه انه ادى المخالفه، وبالتالي احمد هنا راح مصفر على هذا الخطا. وهنا زي ما قلت ان في البدايه كان في تعاون ما بين الحكم والحكام المساعدين. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات مهمه جدا جدا، ونشوف احمد الغندور. شوف نركز على احمد ونشوف هل في خطا. انا عاجبني احمد قوي قوي قوي، دايما بنقول للحكم حاول انك انت تبحث عن زاويه رؤيه. كابتن ايمن، كابتن علاء، يعني ما توقفش كده ثابت، هنشوف هنا ان ايه، هل في مخالفه ولا ما فيش للاعب الحرس. راجل عمل باص للي جاي، واللي جاي ابتدى يعمل دريبل ويروح وعدى، وطبعا هنا ما فيش اي مخالفه خالص، غير ان هو يمكن لو في مخالفه يبقى هو على هذا اللاعب، لان هو اللي راح للاعب النادي الاهلي. هرجع بس هنا للحكم، وهشوف حاجه مهمه جدا جدا، ان الحكم احيانا بيبحث عن زاويه رؤيه يدي منها القرار كابتن ايمن، وانا شايف ان هو هنا كان قريب وادى قرار باستمراريه اللعب، لا توجد مخالفه، وبالتالي هنا كان قراره صحيح. شوف قد ايه هنا الحكم تاني من اول، ونشوف الحكم هنا احمد الغندور اللي اعتبره النهارده كان موفق بشكل كبير جدا. شوف احمد هيظهر في الكادر، ونشوف هنا مفيش مخالفه خالص، وبالتالي هنا قرار احمد باستمراريه اللعب كان قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعد كده. هنا يعني هي دي، انا بقول ان دي حاله المباراه كابتن ايمن، وهو يعني عايز اقول حاجه مهمه كابتن علاء، يعني الحكم احيانا بيبقى موفق وزيه زي اللاعب، يعني احيانا بيحسب حاجه بالخطا ربما ممكن يجي منها مخالفه ويحصل منها جون وتبقى مشكله، ولكن هو يمكن هو عشان هو اجتهد هنا. الحاله واضحه جدا 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 جدا. لو هرجع اجيب تمركز الحكم مخرجنا العظيم في البدايه، معلش تسمح لي نرجع بس نشوف احمد كان فين، وهل عنده القدره ان هو يشوف المخالفه ولا لا؟ كتفه كابتن ولا بدراعه؟ لا متهيألي بالجزء، لا بذراع اهي، اهي بالايد، راح بالايد. هنا كابتن انا بقول ان هنا الايد مستخبيه للحكم، الحكم ورا كابتن هاني، وبالتالي صعب ان هو يشوف هذه الحاله، لان هو كان يجب على احمد بعد ما الكره اتنقلت هنا في المنتصف هنا، كان المفروض احمد يجي هنا عشان يشوف هذه المخالفه، ولكن وارد جدا انك انت كحكم ما تشوفش، ولكن عندنا المساعد اللي هو ادى القرار يا كابتن ايمن بالظبط في الاولاني، لان هنا ديت اعتقد ان هي في وش المساعد. صح. حد هيقول لي طب الفار يتدخل؟ الفار ما بيتدخلش في الحاجات ديت، الفار ما بيتدخلش في الحاجات ديت، وزي ما قلت الحكم لما بيكون مجتهد وتعب في الماتش طبعا ربنا كرمه ان هي ما حصلش منها حاجه، واصلت نتيجه يعني في موقع خطر جدا جدا، يعني عاوز اقول ان الفار لا يتدخل الا في الحالات اللي احنا قلنا عليها كابتن ايمن، ده خطا الفار ما بيدخلش فيه، ولما اتحطت فاول بقت لعبه جديده تماما، حتى لو جت جون الحكم كان يحتسب الهدف. انا بقول النهارده الحكم المساعد كان لابد يتدخل في هذه الحاله كابتن ايمن، ويساعد الحكم ليه؟ لان دي الحاله ديت لو كان لا قدر الله حصل منها حاجه كانت بقت مشكله لطاقم التحكيم. عندنا حالتين تسلل، الحاله في الدقيقه 93. يلا خلينا نمر للحاله بعد كده، لو في حاله تسلل نشوفها. نشوف، عايز اقول ان تمركز الحكم هنا كابتن ايمن، احنا بنقول دايما لحكامنا ايه، التمركز والتركيز لحظه التمرير وموقف تسلل. عاوز اول حاجه اشيد بالحكم في التمركز بتاعه في الحاله ديت، ونشوف هنا الراجل هنا اللاعب هنا النادي الاهلي هنا سليم 100%، ودي حاله من الحالات اللي هي فيها حركه،
بالنسبه للمساعد بتبقى صعبه شويه. هنا طبعا الحاله سليمه والقرار كان سليم نتيجه التمركز الجيد والتركيز في لحظه اللعب وموقف التسلل. تمام كابتن، نعدي ونروح للهدف، ودي اخر حاجه عندنا هدف المباراه. دي بعيده قوي. تمام تمام، يلا يلا ماشي ماشي ماشي، نمشي شويه. اوكي نمشي اللعبه ونشوف. هو طبعا هنا السبرنت عامله كويس جدا جدا ورابط مع اخر تاني مدافع، وبالتالي هنا الهدف هدف سليم. احنا بنجيب الالعاب دي كلها ليه يا كابتن ايمن؟ لان برضك عشان بناكد ان اي هدف بيجي لا يسبقه اي مخالفه. في النهايه انا هنا بعد الحالات دي كلها بقول ان دايما احنا ما بنحللش للحكم حاله او حالتين، احنا بنقيم طاقم التحكيم بالكامل. النهارده كان شعار طاقم التحكيم هو التعاون، وده كان فيه تعاون مثمر وكان تعاون نموذجي ما بين احمد الغندور وما بين هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله. حكام الفار النهارده لم يتدخلوا في المباراه، المباراه طلعت خاليه من الانذارات نتيجه ان كان هناك سيطره من حكم المباراه احمد الغندور. نتمنى دايما لحكامنا ان احنا نشوف المباراه دايما بدون اخطاء تحكيميه، ونشوف ان الفار لا يتدخل الا في الحالات التي تستدعي التدخل بشكل عام. بشيد بطاقم التحكيم وبشيد بالمباراه النهارده، وطبعا بتمنى توفيق للكل ان شاء الله باذن الله في اللي جاي، ويكون التحكيم عنصر باذن الله مفيد في الكره المصريه ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي. وبنهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم بين الاهلي وحرس الحدود، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين نظيفين. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، وبنشكر نجومنا اللي امتعونا النهارده، نجوم الاستوديو التحليلي كباتن الكبار كابتن علاء ميهوب، الف شكر. الله يخليك يا ايمن، والف مبروك للنادي الاهلي. كابتن محمد يوسف، الف شكر. شكرا كابتن، ومبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. كابتن عادل مصطفى، الف شكر. الف شكر يا كابتن. كابتن هاني العجيزي، الف شكر. الف شكر يا كابتن. والشكر ايضا لحضراتكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.